الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الشيخ عبد الحميد حسين رجل مؤثر فنيا بطبوعه المغربية. جلالة الملك المرحوم الحسن الثاني عينه كأول مقرئ لكي يقرأ المسيرة القرآنية. تأثيره في برنامجه لكيف نقرأ القرآن كان تأثيرا حقيقيا وتأثيرا ليس وطنيا فقط بل كان تأثيرا وطنيا ودوليا. كان الوالد عبد الحميد حسين شخصية جامعة، فهو أب مثالي وقارئ بارع وصاحب مواهب مختلفة. فكرة التلقين القرآني المعلم كانت فكرة يعني مشتركة بين الشيخين، بين الشيخ محمود خليل الحصري والشيخ عبد الحميد حسين. كانت هناك جلسات تعقد بينهما، والشيخ الحصري هو الذي اقترح على المرحوم عبد الحميد حسين بأن يدرج هذا النموذج من الترتيل القرآني المعلم. بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون. الذين هم في صلاتهم خاشعون. الذين هم في صلاتهم خاشعون. والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم عن اللغو معرضون. هو من مواليد مدينة الرباط سنة 32 و900 وألف، في صباه في سن 8 سنين ألحقه والداه المرحوم محمد حسين ووالدته البتول العفير، ألحقاه بالكتاب نظرا لمحبتهم لكتاب الله تعالى، وكان هو شغوفا وكان يحب ان يذهب الى الكتاب لكي يتعلم ويحفظ القرآن الكريم. كانت بداية عمله هي اولا الإذاعة الوطنية، لانه كانت عنده موهبة إعلامية، كان يجيد كذلك اللغة الفرنسية، فأسندت له مهمة في الإذاعة، مهمة الإشراف على البرامج العربية بالإذاعة الوطنية. جاءت فكرة تأسيس أو برنامج يسمى برنامج كيف نقرأ القرآن، يعني مهمة هذا البرنامج من عنوانه كيف نرتل القرآن، كيف نجود القرآن. فالشيخ عبد الحميد حسين من خلال تأسيسه لهذا البرنامج كان الهدف منه وهو أن يتعلم أبناء الشعب والمغاربة أن يتعلموا كيف يقرؤون القرآن برواية ورش عن نافع. المشاهد الكريم سيجد في البرنامج إن شاء الله صورة الحنان إلى النطق الصحيح لحروف القرآن الكريم، وما أجدرنا أن نكون من الأوفياء المخلصين لحروف القرآن الكريم التي يتضمنها كتاب ربنا سبحانه وتعالى. لكن أبناؤنا الذين هم فدادات أكبادنا عليهم أيضا أن يفهموا مخارج حروف لغتهم العربية التي هي لغة الضاد. كان مولوع بالآلة الأندلسية ويحب كثيرا محمد عبد الوهاب، أم كلثوم، وإسمهان، يعني الموسيقى العربية يعني والطرب العربي الراقي. يوما ما توصل المرحوم عبد الحميد حسين بتسجيل نادر للمرحومة أم كلثوم وهي تقرأ سورة إبراهيم وأدرجها في البرنامج.
قال بأن أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب كانا يهتمان بعلم التجويد. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. جانب آخر يهم المسيرة القرآنية للشيخ عبد الحميد حسين، تأسيس أول رابطة للمجودين تضم ثلة من السادة العلماء والمشايخ في ترتيل القرآن وتجويده. رابطة المجودين كانت مملوءة بالطلبة ولا زالت، وكانت والحمد لله دائما وأبدا تخرج الطلبة سنويا. فكانت هذه الرابطة لبنة لانطلاق تعليم التجويد بالمغرب، على إثرها أسست دار القرآن في سنوات الستينيات. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. الملك القدوس العزيز الحكيم. الملك القدوس العزيز الحكيم. إن الله سبحانه وتعالى قال: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. وأنا دائما أتشبث بهذه الآية. جلالة الملك المرحوم الحسن الثاني عينه كأول مقرئ لكي يقرأ المسيرة القرآنية الرمضانية. كانت أول مسيرة قرآنية سنة 1402 هجرية، سجلها المرحوم بطريقة مسرعة، بحيث كان يقرأ القرآن حزباني في 10 دقائق. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. المسيرة القرآنية لم تكن تتطلب الشكل التجويدي الذي يحتاج إلى راحة في الزمن وراحة في إبراز خصوصية كل طبع، ولكن كانت تعتمد على الأسلوب الترتيلي المعتمد على السرد مع التنويع في الطبوع والمحافظة على الخصائص المغربية. لا يمكن أن يجيد القارئ قراءة القرآن وحزبين في أقل من 10 دقائق، بل عليه أن يخرج المخارج من مخرجها الحرفي ويعطيه صفته وكل ما يستحق. فكانت قراءته جيدة وكانت نموذجية، وكان المغاربة كلهم يتتبعون هذه المسيرة القرآنية عندما يأتي الأستاذ عبد الحميد حسين رحمة الله عليه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. الشيخ عبد الحميد حسين أيضا كان فحلا في هذا الباب، أي أقصد باب الانتقال بسلاسة بين الأنغام وبين الطبوع. كان يبدأ قراءته برمل الماية ثم يقرأ مثلا ينتقل إلى مقام آخر الحجاز. كان كثيرا ما يميل إلى القرار أكثر من الجواب، هو ما استعملت في مصطلحاتنا أنه كان يميل إلى الذيل بدل الحسين. هذا راجع إلى طبيعة تكوينية لصوته، وراجع أيضا إلى وعيه بإمكانات صوته. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كان الوالد عبد الحميد حسين شخصية جامعة، فهو أب مثالي وقارئ بارع وصاحب مواهب مختلفة. كانت له هوايات، يعني كان إنسان قبل أن يكون مقرئ أو يكون رجل إدارة، فهو إنسان كباقي البشر، له هواية محبة الطبيعة، محبة الإنسان، كان يحب كل شيء، يحب البستنة، كان يشذب الأزهار والورود بيده وكان يغرسها ويحرص على صيانتها باهتمام كبير. كانت لدينا حديقة صغيرة، لكن دائما يوم الأحد في صباحا كان يمشي للحديقة وتيقد الورود والزهور، كان يعني مولوع بالحديقة. في آخر حياته رغم مرضه الذي أصابه فهو استمر في عمله، لم يتوقف، كان رغم مرضه يذهب إلى الإذاعة ويقدم البرنامج رغم البحة التي كانت في صوته. كان الشيخ عبد الحميد حسين رحمة الله عليه يمثل ما قرأه وتعلمه وعلمه من خلال القرآن الكريم الذي كان يقرأه آناء الليل وأطراف النهار. كان يذكر في أوقاته أوقات فراغه كان يذكر الله سبحانه وتعالى وكان يستغفره، وتوفي إلى دار البقاء في 21 دجنبر مساء يوم الاثنين 92,900 ميلادية رحمه الله. ولا تحسبن المرء يوما مخلدا ولا تقربن جارة إن سرها ارتي لها من كلالة ولا من حفا حتى تزور محمدا.